السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيفية تصميم 6 خيارات إنفوغراف دائرية متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا يا أصدقائي عروض العام الجديد بمناسبة العام الجديد 2024 ما زالت قائمة على موقع عالمكم. من حيث الملفات الموجودة على المتجر فيكم أن تدخلوا لهون وتشوفوا الخصومات على كل الملفات، وكمان ما رح ننسى الدورات والخصومات المعمولة على هاي الدورات. في البداية أصدقائي خلينا نقرب اليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة، وخلينا نختار من لونين. اللون الأول رح نختاره بهذا اللون، واللون الثاني رح نختاره بهذا اللون، ومن اتجاه رح نختاره زاوية بهذا الشكل. راح نتوجه لقائمة إدراج، ومن أشكال راح نختار دائرة، وراح نرسم دائرة بهذا الشكل، ومن محاذاة راح نحط محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. هاي الدائرة راح نقرا عليها باليمين، ومن تنسيق الشكل تعبئة متدرجة من لونين. اللون الأول راح نختاره بهذا اللون، واللون الثاني راح نختاره بهذا اللون، وكمان راح نعطيه زاوية بهذا الشكل. رح ننزل شوي لتحت عند الخط، رح نزود العرض شوي 3.5 مثلا، ورح نختار تعبئة متدرجة كمان من لونين، نفس الألوان اللي أخذناهم للدائرة رح ناخذهم للإطار، ومن اتجاه رح نختار هذا الاتجاه بحيث الألوان تكون متعاكسة، يعني اللون الدائرة يكون معاكس للون الإطار. بعدين نتوجه إلى تأثيرات ظل، بعدين رح نختار ظل أسفل اليمين، رح نزود الضبابية شوي. هاي الدائرة رح نقوم بتكرارها سواء كان بالضغط على كنترول دي أو بكنترول سحبة، رح نطابق الدائرتين فوق بعض، وهاي الدائرة رح نكبرها شوي، رح نعطيها بدون تعبئة، ورح ننقر عليها باليمين، ومن تنسيق الشكل رح نعطيها أكثر من لون بحيث نلونه أو نلون هذا الإطار بالألوان الموجودة عندي هون. خلينا نزود الإطار كمان شوي هون بهذا الشكل. تمام، هلا رح احدد هدول الدائرتين ورح انقر عليهم باليمين ورح اعطيهم تجميع. رح كررهم بالضغط على كنترول وسحبهم، رح اصغر شوي الدائرة وحطها بهذا المكان. الاطار الملون رح رفعه شوي بهذا الشكل، ورح اعطيه تعبئة متصلة، رح اعطيها بلون واحد بهذا الشكل. رح فك التجميع عنهم، والهاد الإطار رح أقوم بتكراره وسحبه، وبعدين رح أحدد هذا الإطار رح أنقر عليه باليمين، ومن تحرير النقاط رح أضغط على هاي النقطة وسوي لها فتح مسار، بعدين حذف نقطة وحذف نقطة. تمام، هذا الإطار هلأ رح أتوجه لتنسيق الشكل إطار شرط، ورح أعطيه يكون شرط بهذا الشكل، رح طابقهم فوق بعض، رح أنقر عليه باليمين، ورح أعطيه نقل إلى الخلفية. طبعا هون في للإطار ظل، رح أجي لهون ورح أحطه بدون ظل. تمام، كما رح أحدد الإطارين ورح أعطيه النقل إلى الخلفية بحيث يكونوا الاثنين خلف الدائرة، رح أحددهم ورح أنقر عليهم باليمين ورح أعطيهم تجميع، ورح أكررهم 6 مرات بحيث تطلع معي الأشكال الستة. رح احدد هدول 3 دوائر ورح اكررهم بالضغط على كنترول وسحبهم. وهلا اصدقائي رح اقوم بتحديد الاطارات وتغيير الوانهم. تمام، رح اتوجه لقائمة ادراج، ومن أشكال رح أجيب مثلث ورح أرسم مثلث بهذا المكان،
راح أنقر على هذا المثلث باليمين، ومن تحرير النقاط راح أنقر باليمين هون وراح أضيف نقطة، وبعدين راح أنقر على النقطة وأعطيها نقطة متجانسة بهذا الشكل. راح أحط الشكل معي بدون إطار، والتعبئة راح تكون بنفس لون الدائرة. راح أكرره 6 مرات على باقي الأشكال. تمام هيك أصدقائي، رح حدد هلا الألوان ورح أقوم بحذفهم. رح حدد كل الأشكال ورح أنزلهم لتحت شوي بهذا الشكل. في شريحة مستقلة أنا قمت بتجهيز العنوان مع النصوص مع الأيقونات، رح أقوم بتحديدهم Ctrl C ورح أجيبه لهون Ctrl V، وهلا رح نبلش توزيعهم. هلا أصدقائي رح حدد هاي الدائرة مع العنوان، ورح أعطيهم تجميع. رح حدد المثلث مع الدائرة مع الأيقونة ورح أعطيهم تجميع، وهيك على باقي الأشكال كما رح حدد رح أعطيهم تجميع. بعد ما سويتهم تجميع كلياتهم رح أتوجه لهون ورح أجيب الخريطة، رح أكبرها على قدر مساحة العمل ورح أنقر عليه باليمين ورح أعطيها نقل إلى الخلفية. رح أتوجه إلى تنسيق الصورة شفافية ورح أعطيها شفافية بحيث تكون معي فقط منظر في الخلفية. رح أتوجه إلى حركات، رح أحدد هذا العنوان، رح أعطيه تحريك للداخل من خيارات تأثير من الأعلى، رح أزود المدة شوي، رح أفعل جزء الحركة مشان نشوف الحركات، أنقر على الحركة باليمين ومن خيارات تأثير وثب إلى النهاية، رح أزودها شوي موافق بحيث تطلع معي الحركة بهذا الشكل. رح أحدد الخريطة، رح أختار تضاؤل ورح أختارها مع السابق ورح أخرها شوي بهذا الشكل. رح أحدد دائرة نمو وتحريك بعد السابق، رح أحدد هذا الشكل ورح أعطيها تكبير وتصغير وسط الشريحة بعد السابق. خلينا نزود المدة شوي. رح نحدد النص ورح أعطيه تضاؤل مع السابق بحيث وقت تكون هاي الدائرة عم تطلع النص يطلع معه. هلا رح حدد هاي الدائرة نسخ الحركة على هاي الدائرة، والنص نسخ الحركة على النص. بعدين رح أحدد هاي الدائرة ورح أنقر عليها باليمين ورح أعطيها نقل إلى المقدمة أو إحضار إلى المقدمة بحيث هدول وهن في الحركة يطلعوا من وراها مو من قدامها. وهلا أصدقائي خلينا نشغل الشريحة ونشوف الحركة كيف رح تصير. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. للحصول على هذا القالب من موقع عالمكم، رابط الموقع راح يكون بوصف هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.